الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. السادة ممثلي القطاعات الوزارية، السيد عمدة تبرق زينب، السيدة رئيسة جهة المكشوط، السيد رئيس جامعة المكشوط، السيد المدير العام نائب المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأريسكو، السيد رئيس الجامعة المكشوط، أصحاب السعادة أعضاء السلك الدبلوماسي، السيد رئيس مجلس اللسان العربي ورئيس اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين، السيد مدير المنطقة الحرة بنواكشوط، السيد رئيس الوفد المشارك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم جميعا على أديم الجمهورية الإسلامية الموريتانية، أرض المليون شاعر، بلاد المرابطين. وباسمي الشخصي وباسم اتحاد الأكاديميين والمثقفين الموريتانيين، أرحب بالضيوف الأفاضل الذين لبوا دعوتنا مشكورين وجاءوا معززين مكرمين من مختلف أنحاء العالم. فأهلا وسهلا بكم في بلدكم بلاد شنقيط، أهلا بكم معنا في هذه الندوة العلمية التي ينظمها الاتحاد هذه المرة تحت عنوان اللغة العربية في ظل التحول الرقمي. واسمحوا لي قبل إحالة الكلام لأهل الاختصاص والفصاحة والبيان ممن هم على دراية تامة وعلم سديد بخبايا اللغة العربية ومكنونات تكنولوجيا الاتصال، اسمحوا لي أقدم لكم في قصاصة اتحاد الأكاديميين والمثقفين الموريتانيين. يضم هذا الاتحاد كوكبة من الدكاترة والأساتذة الجامعيين ونخبة من المفكرين المعاصرين والباحثين والكتاب المتخصصين في شتى مجالات العلوم والمعارف، يعملون جميعا بروح الفريق الواحد على تحقيق الأهداف النبيلة التي جعلها الاتحاد نصب الأعين، والتي من أهمها خدمة الأكاديميون والمثقفين والاستفادة من عطائهم الزاهر ومن الأهداف التي قرصنا أيام التأسيس، وها نحن اليوم نجني ثمارها. وبتوفيق من الله سنعمل بعزيمتنا وبتعاونكم وبدعم شركائنا في المجال على أن يكون الاتحاد سنداً قوياً للدولة الموريتانية وللمؤسسات الوطنية المهتمة بالحفاظ على الإرث الثقافي التليد في موريتانيا أرض المنارة والرباط. كما نعلق أمالا كبيرة على هذا الملتقى الدولي الهام الذي لا شك سيكون له ما بعده، وسيسهم لا محالة ببلورة أفكار المشاركين حتى تتحقق النتائج المرجوة منه. ومرة أخرى أجدد لكم الترحيب وأشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. صدق الله العظيم. السيد رئيس جهة نواكشوط، السيد عمدة بلدية تبرق زينب، السيد ممثل المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، السيد ممثل وزارة التحول الرقمي، السيد السادة ممثلي السلك الدبلوماسي، السيد ممثل المنطقة الحرة بنواكشوط، السيد ممثل رئيس جامعة نواكشوط، السيدة رئيسة اتحاد الأكاديميين والمثقفين الموريتانيين، السيد رئيس مجلس رئيس اتحاد الكتاب والأدباء الموريتانيين، السادة أعضاء ورئيس الوفود المشاركة في الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدني أن أحضر معكم اليوم للإشراف على انطلاق الملتقى الثالث للغة العربية المنظم من طرف اتحاد الأكاديميين والمثقفين الموريتانيين بالتعاون مع كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة نواكشوط. بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية تحت عنوان اللغة العربية في ظل التحول الرقمي، السادة والسيدات، إن الاعتناء باللغة العربية وأخواتها البولارية والسرنكية والولفية يدخل في صميم أولويات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني
التي تعمل حكومة معالي الوزير الأول المهندس محمد بلال مسعود على تنفيذها من خلال مجموعة من الخطط والاستراتيجيات والأنشطة الساعية إلى التمكين لها تصالحاً مع الذات وحفاظاً على أهم مقومات انسجام ووحدة مجتمعنا، حيث ظلت اللغة العربية عبر العصور الحاضنة الرئيسية لتراثنا الثقافي والركيزة الأساسية لتعزيز الوحدة والتعايش والتفاهم والانسجام والتطلع إلى مستقبل مشرق لكافة مكونات شعبنا، كما كانت ولا تزال الحاملة لهمومه وأداة تطبيق شعائره والمنظمة لسلوكه وتفاعله وتعبيره عن مشاعره والموحدة لانتماءاته. السادة والسيدات، لا شك أن اللغة مكون مؤثر في تحديد وتكريس الهوية ووعاء للثقافة والمعرفة وأداة للولوج إلى التقنيات وامتلاك ناصية التكنولوجيا، ما يستدعي منا مواصلة العمل بإصرار وتفان على رقمنة المحتوى العربي وتعريب المحتوى الرقمي ونشره، وإلى تطوير التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والابتكار التكنولوجي في مختلف المجالات مهما كانت التحديات والمعوقات. فالرقمنة أصبحت ضرورية في عصرنا لما لها من أهمية في تحسين الأداء وترقية الكفاءات وتقليل الأخطاء وتوفير التكاليف والوقت وفي تحقيق التعاون والتواصل السلس. السادة والسيدات، اسمحوا لي أن أنتهز هذه الفرصة لأثمن جهود اتحاد الأكاديميين والمثقفين الموريتانيين وكلية الآداب والعلوم الإنسانية لتنظيم هذا الملتقى في نسخته الثالثة، الذي يعتبر من أبرز الأحداث الداعمة للغة العربية والداعية إلى التمكين لها. وأن أشكر من خلالهما ضيوفنا الكرام وكل من ساهم في التئام هذا الملتقى الكريم، وأعلن على بركة الله باسم معالي وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان السيد أحمد سيد أحمد الج افتتاح الملتقى الثالث للغة العربية، متمنيا لكم التوفيق والسداد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن بهديه إلى يوم الدين. على بركة الله نفتتح أولى جلساتنا العلمية في هذا الملتقى المبارك، والتي نرجو أن تكون ذات فائدة وذات قيمة كبيرة على المتلقين. نستضيف في هذه الجلسة العلمية عددا من الدكاترة والأساتذة الجامعيين الباحثين الأكاديميين. الجلسة بعنوان العربية في بلاد شقيق، من خلال وقفات الجلسة الأولى في هذه الندوة اللغة العربية في القطب الشقيقي وآفاق رقمنة. على بركة الله نبدأ بجلساتنا المحاضرة الأولى اللغة العربية في بلاد شقيق من خلال وقفات بارزة مع الدكتور محمد يحيى الهاشمي، أمين عام مجلس اللسان العربي، عضو الائتلاف التربوي، أستاذ الإنسانيات بشعبة اللغة العربية بجامعة مانشوط في كلية الآداب والإنسانية. أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبي الكريم. شكرا الأخ الرئيس، تحية للقيمين على هذه الأنشطة. مرحبا الضيوف الأكارم، لدينا مداخلة تتعلق باللغة العربية في بلاد الشنقيط، وذلك من خلال وقفات متميزة سوف نبدأها بمدخل أولي يتعلق باللغة العربية. بالرجوع إلى المعاجم وإلى كتب التاريخ واللغة والأدب، نجد أن اللغة اسم للسان الأقوام المتحدثين بلغتهم في شبه جزيرة العرب التي تحدها المناطق المائية من الجنوب والشام والعراق من الشمال وبلاد فارس من الشرق والجزيرة الإفريقية
من الغرب، فهذه اللغة السائدة قبل الإسلام في هذه الجزيرة تسمى العربية. نجد أيضا في المعاجم أن هذه الكلمة يمكن أن تكون صفة، وهي نسبة إلى بلدة بجوار مكة المكرمة تسمى عربة، فالذين سكنوا هذه البلاد أو تكلموا بهذا اللسان هم العرب. وللعرب أربعة أجيال متعارفة، بعضها ورد في القرآن الكريم، وهم الأجيال الأولى المسمون بالعرب البائدة، وهم عاد وثمود وطسم وجديس ووبار وعمليق إلى آخره. أما الجيل الثاني من أجيال العرب فهم العرب العاربة، ويسمون أيضا باليمانية، وهم بنو يعرب بن قحطان، ويقال إن يعرب بن قحطان إنما سمي يعرب لأنه نقل اللغة السريانية إلى اللسان العربي. أجيال العرب إذن أربعة: عرب بائدة، وعرب عاربة هم اليمانيون، وعرب مستعربة هم أبناء إسماعيل عليه السلام، إسماعيل بن إبراهيم. نحن نعرف بأن إبراهيم عليه السلام رجل قد ظهر في شمال العراق في منطقة تسمى الآن بالنمرود، تبعد 120 كيلومترا من الموصل وهي نينوى قديما، ثم رحل إلى الشام، ثم إلى مصر، ثم عاد إلى الشام، ثم ذهب بابنه إسماعيل إلى الجزيرة العربية، وخاصة إلى منطقة الحجاز هي التي ستصبح مكة المكرمة. فأبناء إسماعيل عليه السلام هم العرب المستعربون، ذلك أن لغة إبراهيم عليه السلام كانت اللغة الآشورية والآثورية، وهي لغة سامية لكنها أخت للعربية وليست لغة يمانية أو مضرية، لأن المضرية ستأتي فيما بعد. أما الجيل الرابع والأخير فهم العرب المولدون، وهم كل من ولد بعد القرن الثاني للهجرة. إذن هذه هي أجيال العربي، ومن أجيال العرب ننطلق إلى اللغة العربية التي توحدت بنزول القرآن الكريم بها، والتي كرمها الله بهذا الكتاب العزيز، وبأنها أصبحت وعاء وحاضنا للدين الإسلامي الحنيف. وقبل أن نأتي إلى المحطات نريد أن نكمل هذه المقدمة المتعلقة باللغة العربية بأنها لغة الدين الإسلامي إلى البشرية، وأنها سادت نحو 1000 سنة في المعمورة، حيث يتخاطب الأوروبيون بها ليفهم بعضهم بعضا كما يفعلون الآن بالإنجليزية، ويتخاطب بها الأفارقة ليفهم بعضهم بعضا، هذا ابتداء من القرن الثاني إلى القرن الثاني عشر. وأخيرا من هذا التمهيد نقول إن اللغة العربية هي لغة دين لملياري نسمة الآن، وهي لغة نصف مليار من المتحدثين بها كلغة أم، وأنها سادت العلوم قرونا متوالية، حيث كانت تشترط معرفتها لدراسة الطب والرياضيات في أوروبا في القرون الوسطى، حيث كان مرجع الطب في أوروبا هو القانون لابن سينا وكتب الرازي. ولا أريد أن أطيل في هذا المجال، لكن أريد أن أقول فقط إن اللغة العربية هي أطول اللغات المكتوبة الآن عمراً على وجه الأرض، إذ يمتد تاريخها آلاف السنين، وإن كنا لا نعلم من تاريخها علماً بيناً إلا نحو 2000 سنة، فهي وريثة اللغة السامية
الأصلية، وهي الآن أم اللغات كما فتح لذلك الأوروبيون أقسامهم في الجامعات، أن اللغة العربية هي اللغة الأم، حيث تفرعت منها مختلف اللغات. نأتي إلى مجالنا وهو مقارنة بلادنا بلاد شنقيط بباقي المجال العربي الإسلامي من خلال وقفات. فنقول وبالله التوفيق إن هذه البلاد كانت قبل الإسلام بلاد صنهاجة، والصنهاجة كما يقول ابن خلدون وبعض المؤرخين إنها كانت في هذه الصحراء الشمال الإفريقي لآلاف السنين، وعبارة ابن خلدون هي أنه قال لا يعلم أوليتها إلا الله سبحانه وتعالى، أي لا يعلم أولية وجود صنهاجة في الصحراء إلا الله سبحانه وتعالى. لكن المؤرخين يرون أنها جاءت إلى هذه المنطقة في زمن الأذواء والتبابعة، أي قبل الإسلام بنحو قرنين أو ثلاث. هذا إذن ما عندنا بالنسبة للفترة الأولى لعلاقة بلاد الشنقيط باللغة العربية. ونريد هنا أن نذكر أن كلمة صنهاجة كلمة يمانية دالة على قرية ما تزال قائمة في اليمن اسمها صنهج أو صنهاج، وما زالت اللغة الصنهاجية موجودة في اليمن متداخلة مع بعض الفروق مع اللغة الصنهاجية أو اللغات الصنهاجية الموجودة الآن في شمال إفريقيا، والتي يسميها بعضهم بكلام أزناقة كما نقول نحن هنا في موريتانيا، أو بتماشغ كما يقول الماليون، أو كما يقول المغاربة الشلحية، وأظن أنها في الجزائر لها اسم لا أدري هل هي تفناغ أو الشلحية أو الأمازيغ، لست مطلعا على هذه النقطة. لكن الكنعانيين لا يعرفون لأنفسهم كلمة البربر، فكلمة البربر دالة على صفة اللغة التي لا يفهمها العرب. أما إذا جينا إلى الفقرة الثانية وهي الوقفة الثانية مع الإسلام، فإننا نجد صدر الإسلام يرسل إلى الشمال الإفريقي بعض الفاتحين، ومنهم الصحابي الجليل عمرو بن العاص الذي فتح الفسطاط وهي مصر، وعقبة بن نافع الفهري الذي فتح برقة وفتح القيروان، بل بنى القيروان وفتح تونس، ثم واصل الفتح إلى درعة إلى السوس إلى هذه الصحراء التي نحن بها. وقد قال قولته الشهيرة لما وقف على البحر، حيث قال مخاطبا البحر، البحر الظلمات كما جاء في المصادر، وبحر الظلمات هو المحيط الأطلسي. قيل إنه أدخل قائمتي فرسه في البحر قائلا والله لو علمنا أن وراءك شيئا لاخترقناك، إعلاء لكلمة الله ونشرا لديني. ثم قفل راجعا بعد أن ترك بعض المعلمين في الشمال الموريتاني المعروف الآن بأزوغي أو أطار أو شنقيطي، هذه المناطق ترك فيها بعض المعلمين للدين الإسلامي وباللغة العربية قبل أن يقفل راجعا ليتوفى في الجزائر، في جنوب الجزائر في منطقة تسمى الآن سيدي عقبة وهي ولاية جزائرية. المحطة الثالثة أو الوقفة الثالثة لنا سنذكر فيها بعثة بعثها الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز، وهي مؤلفة من 10 علماء بعثهم إلى الشمال الإفريقي تعليماً للدين الإسلامي واللغة العربية، ثم إلى الأندلس. المحطة الرابعة
هي محطة المرابطين، وما أدريك ما المرابطون. فالمرابطون عبارة عن دولة نشأت في هذه الأرض الموريتانية، ثم توسعت شمالا إلى المغرب، ثم بدعوة من الأندلسي عبرت إلى الأندلس العدوى الشمالية، حيث استنجد خلفاء دول الطوائف بالمرابطين فأنجدوهم، وذلك في معركة الزلاقة الشهيرة سنة 79 و400 للهجرة، حيث انتصر المسلمون على المسيحيين الأوروبيين. كان هذا الانتصار انتصاراً ساحقاً، حيث استمر الإسلام بعد معركة الزلاقة نحو من 4 قرون ونيف. فتزامن المرابطون مع الحملة الصليبية الأولى في الغرب الإسلامي، فردوها في الأندلس، كما تزامن صلاح الدين الأيوبي بالحملة الثانية في المشرق العربي فردها أيضا في الشام. إذن محطة أو وقفة المرابطين وقفة متميزة، حيث وحد المرابطون المنطقة الشمال الإفريقية المسماة الآن بالمغرب العربي، ومعها الأندلس التي هي جزيرة إيبيريا وفيها البرتغال وفيها إسبانيا، مع 12 دولة الآن قائمة في إفريقيا، منها بعض السنغال ومنها مالي والنيجر وتشاد. وقد عد خليل شوقي وهو مؤلف مؤرخ سوري له كتاب بعنوان رجل يوسف بن تاشفين رجل عمر قرنا، يعني يوسف بن تاشفين حيث ولد سنة 400 وتوفي سنة 500. إذن نجد من نتائج المرابطين ترسيخ اللغة العربية في المجال الشنقيطي خاصة، وفي المجال المغاربي والإفريقي عامة. ولا أريد أن أطيل عليكم بذكر الأسماء والمؤلفات والكتب، ولكن يكفي أن ندرك أن علم الأندلس أصبح ولاية من ولايات المرابطين. استمرت هذه الدولة من سنة 427 إلى سنة 42 و500 للهجرة، بعد أن رسخوا الإسلام والعدالة والثقافة العربية الإسلامية ونشروا الدين الإسلامي واللغة العربية في شمال وغرب إفريقيا، ورسخوا ما يسمى ببدايات المحضرة الشنقيطية بتأسيس عبد الله بن ياسين الجزولي وبإشراف يحيى بن إبراهيم الجدالي أو القدالي. واستمرت هذه المحاضر حتى الآن تنشر الإسلام وتحافظ على اللغة العربية. ويقول لدينا بعض ثقافة المحضرة تعلمنا فيها بعض التوجيه الذي يقوله بعض الموريتانيين بعد أن أصبحوا مؤلفين، يقول عليك بأرباب الصدور فمن غدا مضافا لأرباب الصدور تصدرا، وإياك أن ترضى بصحبة فاسق فينحط قدر من علاك وتحقرا، فرفع أبوما ثم خفض مزمل يبين قولي مغريا ومحذرا. وبيتان آخران لا بأس بهما من برنامج المحضرة، يقول من باب الحث على العلم وعلى صحبة العلماء، يقول وطنبور مليح الشكل يحكي بنغمته الفصيحة عن دليبا، حوالا ما ذوى نغما في صاحا حواها في تقلبه قضيبا، كذا من جاور العلماء طهلا يكون إذا نشا شيخا أديبا. ويقول الشيخ محمد بن ثال بن متالي رحمه الله تعالى
حاضاً على تعلم اللغة. تعلم اللغة شرعاً فضلي على التخلي لعبادة العلي، وخذوا ذا من قوله وعلما، وعلما آدم الأسماء إلزم التعلم. ويقول في منهج المحضرة: كتب، إجازة، وحفظ الرسم، قراءة، تدريس، أخذ العلم. ومن يقدم رتبة عن المحل من ذي المراتب المرامة لم ينل. وإن تريد تحصيل فن تممه، وعن سواه قبل الانتهاء مه، إذ عن تراده في الفنون النهي جاء، إذ توأمان استبقا لن يخرجا. طيب، إذن هذه ومضات من المحضرة. كانت العربية وما تزال متجذرة في صحراء الشنقيط قبل الاستعمار وأثناء الاستعمار وبعد الاستعمار، والأدلة على ذلك قائمة، ومنها هذه التظاهرة اليوم. تجلى اعتناء وتجذر اللغة العربية في هذه الأرض بما هو في الدستور الموريتاني المجمع عليه، المادة السادسة منه، التي نطالب بتطبيقها الجهات الرسمية. أقترح باسمكم جميعاً أن نطالب المتحدثين باللغة العربية بأن تكون لديهم منظمة على غرار الوكالة الدولية الفرنكفونية والمنظمة الإنجليزية المسمات بدول الكومنولث، لكي يكون للعربية مكانتها المناسبة في العالم، بحيث تجمع هذه المنظمة المقترحة كل المستعملين للغة العربية كليا أو جزئيا، وخاصة البلاد العربية التي تنص دساتيرها على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية، والدول الإسلامية التي معظمها يجعل اللغة العربية لغة ثانية أو لغة دين على الأقل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا للأستاذ الدكتور يحيى محمد الهاشمي على هذه المحاضرة القيمة وعلى هذا التطوير الجميل في آفاق اللغة العربية تاريخا وواقعا وحاضرا. صحيح، لأن العربية الفصحى وإن أعم العالمين بها انتفاعا، فموضعنا الصغير بها يناغي ومطيء وتكورها قناعا. صحيح أن العربية ستبقى في هذه البلاد متجذرة تجذر الدين وتجذر الثقافة وتجذر الهوية. صحيح أننا نحتاج إلى مثل هذه التوصيات الختامية التي ختم بها. صحيح أن المحاضرة بكمالها ستنشر إن شاء الله في الأعمال كاملة لهذا الملتقى، وأيضا المقررة تسجل النقاط التي ترد في المحاضرات. الآن ننتقل إلى المحاضرة الثانية مع الدكتور رامي إسكندر بعنوان: وضع إطار مرجعي مشترك للغة العربية لتعليم وتعلم وتقييمه، وضع رؤية مستقبلية لتحول الرقمي للغة العربية. تعلمون أن الدكتور رامي إسكندر وزير مفوض بشأن الدول العربية، مدير إدارة التربية، وقائم بأعمال مدير إدارة الثقافة في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. فأهلاً وسهلاً به في بلد الأول، وتشرفنا بحضوره معنا. أهلاً وسهلاً، تفضل. موضوع وضع إطار مرجعي مشترك للغة العربية، إحنا بنتكلم للناطقين بها وغير الناطقين بها، ويمكن هو ده ما يميز هذا المشروع الكبير. ولو كلنا نعرف موضوع التويفل والآيلتس الخاص باللغات الأخرى، فده تمهيد لهذا الفكرة إن إحنا لازم يكون لنا دلوقتي اختبارات مقننة لجميع الفئات من الصغار للكبار. الموضوع مش سهل، طبعاً تعرفين داخل فيه ثقافات دول، داخل فيه أفكار، داخل فيه طرق تدريس، تكنولوجيا في التدريس وهكذا. فيمكن ده ما يعني يجد قدامنا تحدي لحل هذه المشاكل. يمكن دي زي ما انتم شايفين فريق القياده الرئيسيه اللجنه الاشرافيه هم ثلاثه، طبعا الاليكسو والبنك الاسلامي للتنميه، ومعانا الاسيسكو برضو شريك. دول اللجنه الاشرافيه بشكل عام على المشروع، ولكن الشريحه اللي بعدها هتلاقوا بعد اصحاب المصلحه الرئيسيين مجموعه اخرى، واللي بعدها واللي بعدها وهكذا. هتلاقوا كل تقريبا معظم مش هقول كل زي ما قلت المؤسسات المهتمة باللغة العربية، وفتحين برضو هنا لو في مؤسسات أخرى حضراتكم تعرفوها يا ريت تشاركوا معنا. احنا لسه بنبدأ، يعني لسه ما بدأناش، بس أعتقد من الشهر اللي فات
عملنا اجتماع اليوم وابتدينا نشتغل هذا الموضوع. انا مش عايز اطيل عليكم في الجزئيه دي، ولكن زي ما قلنا يمكن خلفيات المشروع اهم حاجه، النهوض بتعليم اللغه العربيه عشان نحد من فقر التعلم، تنميه اللغه العربيه، تحسين الرفاهيه الاقتصاديه، استثمار اللغه العربيه في تنميه الموارد البشريه. خلي بالكم اللغه العربيه يعني في دول كثير دلوقتي بتحاول تتعلمها عشان يبقى فيه اقتصاد اكتر بالنسبه لهذه الدول، والنواحي الاجتماعيه تبتدي تزدهر في بعض الدول الاخرى، ولذلك احنا مهتمين بموضوع اللغه العربيه تعليما وتعلما وتقييما. ومن هذا المنطلق حطينا رؤيه ورساله لهذا المشروع الكبير، هي الرؤيه رياده اللغه العربيه علميا وتنمويا لتعزيز التفوق والتقدم الاجتماعي والاقتصادي والثقافي بمنظور ابداعي. والرساله تمكين اللغه العربيه وفق منهج يواكب التطور التكنولوجي ويوفر الادوات اللازمه لتحقيق الانتشار التنموي والعلمي عالميا. ده بشكل سريع موضوع المشروع، يعني مش عايز ادخل فيه عشان الوقت، واهداف المشروع وهكذا. يمكن هخش في الجزئيه الثانيه، يمكن اللي هي التحول الرقمي، ويمكن انا يعني تخصصي استاذ في تكنولوجيا التعليم، فيمكن هو ده اللي مقربني شويه في الجزئيه دي. اللغه العربيه طبعا انتوا عارفين هي لغه القران، وانا من وجهه نظر اللغه العربيه هي ثقافتنا كلها في الدول العربيه، هي ثقافه والهويه بتاعتنا. للاسف الدول الاجنبيه عندها ميزه بتستخدم التكنولوجي في نقل كل ما هو سيء، انا بقول كده سيء، للدول العربيه، وبيعملوا حاجه جميله جدا ان هم بيترجموا للغه العربيه. يعني تلاقي مثلا فيلم اجنبي كرتون للاطفال وهكذا، تلاقيهم مترجمين اللغه العربيه عشان نفهمه، عشان يدخل جوانا، عشان يغير من ثقافتنا. فاحنا لازم ناخد بالنا من الموضوع ده. في بعض الرسائل بتيجي مجرد صور، حتى مش هقول لك كلام، خلفيه، معامله، بيوصلوا لنا كل ما هو يعني غير صالح لينا، واحنا للاسف بيخش جوانا واحنا مش واخدين بالنا، لان هو بيعلمك بطريقه غير مباشره. تعالوا نعمل بقى احنا العكس، احنا عايزين نستخدم التكنولوجي في نشر بقى اللغه العربيه ونشر ثقافتنا في اللغه العربيه. خلي بالكم لما باجي اعلم اللغه العربيه بعلم من خلال الثقافه بتاعتنا، يعني حاجه خاصه بالاكلات الموريتانيه، التونسيه، المصريه، وده تلاقي نفسك بتخش في ثقافات بشكل بتنقلها برضو للدول الاجنبيه. بس في ناس بتعترض ان احنا نترجم اللغه العربيه للاجنبيه. انا ما بقولش ان احنا عايزين نترجم عشان نبقى انجليش، لا، انا بقول بترجم عشان عايز انقل ثقافتي عندهم، هم برضو يشوفوا انا عندي، لان خلي بالكم للاسف احنا عندنا ناس مميزه جدا وعلماء كبار جدا، بس مش قادرين يوصلوا للعالميه. ليه؟ لان احنا برضو في اللغه العربيه فقط واقفين على نفسنا. وبعض الاشخاص الاخرين يقول لك لا، انا مش هنشر الحاجه بتاعتي، انا هقفل عليها عندي ومش هنشرها، مع ان العلم انتوا عارفين العلم متغير وسريع التغير، يعني لو ما نشرتش دلوقتي في غيري هينشر وهيبقى احدث مني كمان. فعشان كده لازم نستخدم النواحي التكنولوجيه. يمكن اتكلمت في الكلمه الاولانيه بتاعتنا، عندنا طبعا وسائل التواصل الاجتماعي اسرع طريقه توصل فيها المعلومه لاي شخص، دي لو انا عايز انشر الثقافه. طب لو عايزين نتكلم بقى عن تعليم اللغه العربيه، تعليم اللغه العربيه ده من الاشياء المهمه جدا واللي لازم نبتدي نفكر فيها من النواحي التكنولوجيه. انتوا عارفين طبعا ان في فروق فرديه بين الناس كلها، فتخيلوا بقى لما نيجي نعلم اللغه العربيه مجموعه مختلفه بتدرس اللغه العربيه، انا اقدر افهم من الشخص سين، واحد تاني يفهم من الشخص صاد، وهكذا. طيب احنا للاسف برضو لما بنيجي ننتج حتى النواحي التكنولوجيه فيديوهات او حاجه لتعليم اللغه العربيه ما بننشرهاش، بتبقى مقفوله، محتاجه يوزر نيم وباسورد. لا، العالم دلوقتي متجه لحاجة بتسمى الموارد المفتوحة، الموارد التعليمية المفتوحة. ظهر من حوالي 2011 أعتقد حاجة ما يسمى موكس، Massive Open Online Courses، اللي هي بعض المنصات اللي بتعرض الكورسات الإلكترونية الخاصة بها مفتوحة للعالم. برضو هم مش يعني هم مش بيعملوها كده عشوائية، أو لا، هم برضو بيدخلوا لك المحتوى والمناهج بتاعتهم بشكل احنا للاسف برضو بناخده وبنقبله، لدرجه ان في بعض المؤسسات والجامعات بياخدوا نفس المحتوى ويدرسوه عندهم. انا ما عنديش مشكله، خد احسن ما فيه، بس ضيف الهويه العربيه يعني او ثقافه الدوله نفسها، وكل دوله طبعا ليها ثقافتها التي تحترم. فعشان كده لازم نبتدي نفكر التكنولوجي مش مجرد ان انا عندي حاجه عايز استخدمها وخلاص، لا، انا
أنا عايز أستخدمها بذكاء. يعني في الأونة الأخيرة سمعت إن الذكاء الاصطناعي عايزين نستخدمه وندخله في التعليم. ماشي، هندخله إزاي في التعليم؟ هندخله عشوائي كده وخلاص عشان هو حاجة حلوة، هو كويس جدا طبعا. لكن لو جينا نفكر مثلا حاجة ما تسمى الشات جي بي تي، لما نيجي نتكلم عن الشات جي بي تي أنا بكتب السؤال بتاعي اللي أنا عايز إجابة عليه، بيجيب لك إجابة سريعة من ملايين ملايين المواقع والمحتوى في ثواني، أكتر من أسرع مما تتخيل. فهو عنده ميزة، لكن لو وديته للأطفال حموت عندهم إيه؟ تفكير، والتفكير الناقد، وإنه يحفظ وإنه يفهم. إحنا اللي اخترعنا الذكاء الاصطناعي، فمش عايز أموت ده في بعض الأطفال والشباب اللي خارجين لازم يتعلموا زي يفكروا. فلو اعتمد على حاجة زي بالظبط إحنا لما زمان يعني أيام يعني التعليم بتاعنا ما كانش في موبايل ولا يمكن على حاسبة ولا كذا، كلنا كنا بنقدر نعمل عمليات حسابية، كلنا حافظين أرقام تليفونات أصحابنا بالكامل. لو 8 أرقام حافظهم كل واحد، أنا حافظ أرقام دلوقتي، حتى لو واحد حافظ رقم ويقعد يفتكر أنا رقمي مش فاكر ويجي يقف طب استنى أشوفه الأول، لأن إحنا موتنا برضو ليه اللي اعتمدت على الموبايل، اعتمدت على الحاسبة وهكذا. ففكر الذكاء الاصطناعي مميزة، ولكن استخدامها بشكل سليم، لازم نستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل سليم. طبعا بعض التجارب في الدول العربية يمكن مش عايز أقول هي فشلت ليه في تطبيق التحول الرقمي، لأن لم يدرس بشكل كامل. ما ينفعش أجي أقول أنا عايز أطبق التحول الرقمي وأنا ما عنديش بنية تحتية سليمة، أجي أقول عندي إنترنت بس ما عنديش كهرباء، عندي كهرباء بس عندي الأسلاك من نوع ما ينفعش مع السرعة. في حاجات كتير لازم تدرس، لازم نحدد الهدف اللي احنا عايزين نوصل له. وهي دي مشكلتنا، احنا ساعات ما بيبقاش عندنا هدف واضح بس عايزين نطبق التكنولوجيا بشكل سريع. لا، انا لازم اعرف هدفي ايه وابتدي افكر. طب انا لو ظبطت كل شيء، عندي خلاص الانترنت وعندي الكهرباء وعندي الاجهزه وعندي السوفت وير وعندي كل حاجه، اجي بقى للشخص اللي هيستخدم كل ده، مش لازم يتدرب؟ لو عندي اعضاء تدريس في جامعه، لو عندي معلمين في مدارس، حتى الطلبه نفسهم، ما انا مش عايز اصدمه فجاه اقول له. يعني مثلا في ناس تيجي تقول لك ايه، انا خلصت المرحله الاعداديه هطبق عليك نظام جديد تكنولوجي في المرحله الثانويه، تبقى نقله صعبه مش سهله. يعني حتى لو جيت اطبقها لازم اطبقها بفكر واستراتيجيه سليمه عشان احول هذا الفكر. يعني الطالب بيفكر ماسك كتاب في ايده وبينتقل لمرحله اخرى ماسك تكنولوجي، وتكنولوجي للاسف انت لما بتفتح الانترنت اكتب اي سيرش على اي حاجه هيطلع لك حاجات كتير، منها ما هو صح ومنها ما هو خطا. فانا هعرف منين الموقع ده سليم والموقع ده خطا؟ ما بقدرش اعرف. لازم طبعا دي مهارات بيتم التدريب عليها، فكل ده لازم نبتدي نتواصل فيه مع طلابنا وحتى الاساتذه. على فكره ساعات ممكن اجيب فيديو معلم يجيب فيديو خطا اصلا فيه مشكله علميه، لان هو برده مش عارف، هو معتمد ان هو على الانترنت يبقى سليم. لا، مش كل ما هو على الانترنت سليم. وللاسف حتى الذكاء الاصطناعي بالمناسبه ممكن يديك معلومات غلط، لانه جايبها منين؟ من على الانترنت. فهو بيقعد يجمع من الانترنت، فلو في معلومات خاطئه على الانترنت هو ممكن يديك برده منها معلومات خاطئه. عشان كده الموضوع مش سهل في موضوع ادخال التحول الرقمي، ولكن لازم نبتدي نفكر ازاي يعني يبقى لينا هدف واضح عايز اوصل له، ولازم اقفل فيه عليه كل الافكار اللي انا ممكن لازم انفذها زي ما اتفقنا، بنيه تحتيه، مناهج، تطوير، كل ده لازم يكون في دماغي، لازم اعرف. وهل عندي موارد ماليه لهذا الموضوع؟ هل عندي نواحي قانونيه لازم اراعيها؟ كل ده لازم ابتدي اخد بالي منه. يمكن مش هطول عليكم في الاخر، انا بس عندي يمكن اهم توصيه يعني اتمنى حتى نطلع بيها من هذا الملتقى، ان احنا نطور منصه عربيه تعليميه للغه العربيه. انا شايف ان دي لو مفتوحه طبعا يعني لازم تكون مفتوحه، كل الدول تشارك فيها، مش دوله واحده، كل الدول تشارك فيها عشان نبتدي نوصل صوت اللغه العربيه للعالم كله. زي ما التكنولوجيا احنا بنستفاد منها، احنا عايزين نسوق للغه العربيه، لازم ننشر اللغه العربيه. انا عايز العالم كله يتكلم لغه عربيه. الناس كلها بتتكلم اللغه العربيه صعبه، هي مش صعبه، هي سهله، بس احنا بنخش عليهم فجاه بقى ونقول لهم النحو والمش عارف ايه ونخش، احنا عايزينهم يتكلموا، عايزينهم يسمعوا، عايزينهم يفهموا، عايزينهم يفهمونا. انا مش مطالبهم ان هم يتحدثوا ويكتبوا باللغه العربيه بشكل كامل زي اللي هم القائمين او في الدول العربيه، لا، انا عايز اوصل
اللغة العربية إن إحنا حتى يكون في تواصل. لو حصل التواصل ده بيننا وبينهم أفاق كثيرة ستفتح، ثقافية واقتصادية واجتماعية وغير ذلك. فلو قدرنا فعلا نطور منصة عربية مفتوحة لتعليم اللغة العربية، أنا شايف ده هيبقى إنجاز يحسب للدول العربية. شكرا جزيلا. مداخلتي سوف أحاول أن أجزها إجازا، وأشكر زميلي الدكتور يحيى الهاشمي على أنه تعرض لكثير من المسار الزمني على الأقل لتطور اللغة العربية في محافلها، وبالتالي سوف تكون مداخلتي جد موجزة. المداخلة عنوانها اللغة العربية والمحافل، اللغة العربية والمحافل اللغوية، مستويات التطويع النذرية في بلاد شنقيط نموذج. ينطلق هذا البحث من يقدم تصوراً ويختبر أطروحته. يقدم تصور وهو تصور اليوم الذي ينظر إلى تاريخ اللغات من منظور ليس سياقي خارجي كما تقدمه سوسيولوجيا اللغة، الدراسات المهتمة بدراسات سوسيولوجية، وإنما من منظور نصي ينشغل أساساً بكفاءة المتكلمين وأداء اللغة، لغة باعتبارها منطوق ذا كفاءة تواصلية وبلاغية وإبداعية، وباعتباره أيضاً منطوق أو لغة ذات سلطة ذات خطاب يؤثر على الآخرين. وبالتالي فيمكن القول من هذا المنظور أن اللغة تنشأ في محافل تواصلية، في محافل من التواصل، وبالتالي فلكي تكون لدينا صورة أكثر علمية عن اللغة فينبغي أن نبحث عن المحافل اللغوية التي نشأت فيها والتطورات اللسانية التي حصلت أثناء هذه اللغة. الكثير من اللغات اليوم لغات العائلتان، عائلة لم تصل بعد، لم تكتمل لديها بعد دورة النمو للغة، وعائلات اكتملت دورتها. ماذا نعني باكتمال الدورة؟ اكتمال الدورة يعني أن اللغة تنشأ في محافل لغوية لأنها حاجة للتواصل، يعني كما يقال الإنسان حيوان ناطق، طرح قديم، ولكن عندما تمر كفاءة تلك اللغة، كفاءة تطويع تلك اللغة في المحافل اللغوية عند أصحابها بثلاث لحظات أساسية يكتمل نموها. أول لحظة هي لحظة ما يسمى بالطبقة التواصلية، أي عندما تصبح أداة سهلة وطيعة للتواصل بين الناس، وبالتالي فهذا المستوى من التطويع اللغة هو الذي تنتج عنه ما يسمى بالنذرية التواصلية، وبالتالي هذا التواصل الذي أساسه الفرد وأسوى هذه الدرجة هي التي يصبح فيها المتكلم فارها في القول حاذقا لتلك اللغة يؤدي بها حاجته التواصلية العادية، وبالتالي هذا هو المستوى الأول من التواصل أو الطبقة الأولى. الطبقة الثانية وهي تنبت على هذه الطبقة هي ما يسمى بالطبقة البلاغية، أي حينما تصبح اللغة أيضا أداة للتواصل الاجتماعي، بمعنى أن الفرد لا تقدم له فقط تقدم له تواصلا مع الآخرين، فهو يبلغ بها حجته ويكتب بها رسالته ويدون بها عقوده إلى غير ذلك. إذن هذا المستوى من التطويع هو الذي يسمى بالطبقة البلاغية، أي عندما تصبح اللغة ذات بلاغة وذات كفاءة بلاغية، وبالتالي ظهور هذه الطبقة يتجذر بظهور ما يسمى بالنذرية البلاغية، أي أن يكون الكلام هذه المرة مطابقاً لمقتضيات الحال
وأن يكون قادراً على أن يعبر يوصل خطابات الآخرين فيما يسمى بالخطب قديماً وفيما يسمى اليوم بتواصل الصحافة أساساً، الإشكال التعبيرية الصحفي. هذه هي أيضاً دورة ثانية من 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 هي الدورة الثانية من نمو اللغة. الدورة الثالثة وهي دورة متقدمة في نضج اللغات، وهي التي تصبح فيها الكلام أو اللغة ترفاً من القول، أي صيغة ويمكن من خلالها أن يعبر عن أحاسيسه وعن جماليات الإبداع، وبالتالي هي الطبقة هي المسماة بالطبقة الإبداعية، أي حينما يصبح المتكلمين الكبار على اللغة للسياسة، ناخبين الكبار هم الذين ينتجون إذن من اللغة خطاباً إبداعياً، وهو المسمى هذه النظرية الأدبية هي التي تنتج الأشكال الأدبية سواء كانت شعراً أو سرداً أو مسرح. هذه الدورة عندما تكتمل تصبح اللغة حين، ولذلك اليوم نجد فيه لغات حية متواصلة ولكنها لا تنتج أدباً لأن هذه الطبقة لم تصل إليها بعد لعوائق كثيرة. إذن يمكن القول إذن إن في ضوء هذا التصور سوف نتطرق في لحظة في مداخلة معناها في فكرة ثانية إلى نشأة اللغة العربية، كيف نشأت اللغة العربية في ومراحل التي مرت بها، وسوف ننطلق هنا من فرضية وهي أن اللغة العربية نشأت عبر ظهور طبقات القولها الثلاثة من كما أشار زميلي الدكتور يحيى من زمن قديم، وبالتالي ظهرت فيها الطبقة التواصلية الأولى فكانت أداة للتواصل باللغة العربية بين متداولها في المحافل اللغة في المحافل اللغوية التواصلية، وظهرت طبقتها النذرية التواصلية. ثم جاءت بعد ذلك لحظة أخرى من تطورها هي عندما أصبحت أيضاً ذات خطابة وذات قدرة كفاءة في التواصل الاجتماعي فأصبحت فظهرت الطبقة البلاغية فظهرت الخطاب وظهرت الرسائل. في الطبقة التواصلية كفاءة الطبقة التواصلية تولد نذرية تواصلية وأشكالها التعبيرية نضجية تظهر ما يسمى بالحكم والأمثال، فالحكم والأمثال إذن تجري على ألسنة الفارهين في القول وأصحاب الخبرة في الحياة، وبالتالي يجري. ولذلك لا, 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 لا يرتبط هذا الشكل التعبيري المثل والحكم بشخص محدد، ولكن يمكن أن نعود إليه في الكتب. وبالتالي الحكم والأمثال في اللغة العربية قديمة قدم المتكلمي العربية في الجزيرة العربية. جاءت بعد ذلك المرحلة الثانية التي ذكرت وهي المرحلة البلاغية التي أنتجت الخطب وغيرها. ثم ظهرت بعد ذلك نبتت على هذه الطبقة طبقة من القول هي الطبقة الأدبية، أي وجود نظرية أدبية جميلة وذات كثافة ذات خصوبة لغوية عالية هي التي أنتجت الشعر الجاهلي والآثار التي وصلتنا عن هذا. ولذلك نجد أن اللغة العربية أعلنها على الأقل بجانبها الأدبي أنها نجد إشارات لها، لأن جاح ذكر عنها أن عمرها أو أن الأدب الجاهلي إن عمره 150 سنة تقريبا قبل الهجرة، وبالتالي وكذلك نجد إشارات في شعر الشعراء يحيلون على شعراء تغزلوا وشعراء نبكي الديار كما بكى ابن حلامي. إذن هذه اللحظة هي اللحظات الثلاثة التي جعلت اللغة العربية في النهاية، وهي وبالتالي فنحن نتحدث عن النشأة الأولى للغة العربية ونتحدث عن النشأة الأولى للأدب العربي للشعر العربي. عندما اكتملت هذه اللحظة بدأ كان للغة العربية سلطة خطابها وسلطة تأثيرها، وبالتالي ظهرت في بدأت تتوسع وظهرت في فضاءات خارج الجزيرة وامتدت إلى مناطق عديدة من العالم.
جاء نتحدث بعد ذلك عن اللحظة الثانية من لحظات تطور اللغة العربية عندما انتقلت إلى فضاء أوسع، عندما انتقلت إلى 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 بلاد الرافدين، وانتقلت إلى أرض الكنانة، وانتقلت إلى شمال إفريقيا وغيرها من الفضاءات، مع على الأقل الفتوحات الإسلامية. لا يتحدث عن التاريخ الغابر القديم لحركة اللغة العربية ما قبل الإسلام، وهي حركة قائمة، ولكنني سوف أركز فقط على فرضية، وهي الأطروحة التي سوف أسعى إلى اختبارها أو تقديمها من خلال التركيز على عينة من هذه النظريات، هي النظرية الشنقيطية. اللغة العربية ومحافل المحافل في بلاد شنقيط مرت أيضاً بنفس المستويات، بمعنى أن اللغة العربية عندما تنتقل إلى فضاء جديد، عندما انتقلت من فضائها، فإنها يعيد المتكلمون لها صيرورة إنتاج هذه اللحظات الثلاث، وبالتالي فظهور أو بروز وظهور اللغة العربية على ألسنة الفاتحين هنا، نفترض أنها مثلا في القرن الثاني والثالث والرابع الهجري، نفترض أنها حققت إلى حدود القرن السابع تقريبا، أنها حققت وجود أو جذرت هذه الطبقة التي اسمناها بالطبقة التواصلية وظهور النظرية التواصلية، بمعنى أنها أصبحت أصحاب هذه البلاد ذو كفاءة لغوية في التواصل، وهذا ما عبر عنه أصحاب المداخل السوسيولوجية بتعريب البلاد، لحظة تعريب البلاد في التاريخ في المداخل التاريخية. ثم جاءت بعد ذلك في القرن الثامن، تقريبا في القرن الثامن السادس والسابع، لحظة ظهور الطبقة البلاغية عندما مع ظهور المحضرة. فمعروف أن المحضرة كانت محفل لغوي ومحفل علمي مكن من ظهور متكلمين أصحاب كفاءات بلاغية، وبالتالي تمكنوا من التأليف ومن التدريس، وبالتالي كانت كفاءة المتكلمين الجدد في هذه البلاد في المحضرة أعطت هذه الدعامة لهذه الطبقة من القول، وتجذرت حتى أن الشناقطة أصبحوا يشار إليهم بالبنان لكفاءتهم اللغوية في تطويع اللغة وحذق مخارجها الصوتية وسلاسة جهازهم الأداء لها وقدرتهم على الإنتاج. وبالتالي تمثل المحضرة إذن حاضنة لغوية بلاغية لإنتاج الأشكال التعبيرية التي ذكرناها، بالتالي ظهرت الرسائل وظهرت الخطب وظهرت الأنظام، وكلها دلت على بروز هذه الطبقة من القول. بداية من اللحظة الثانية من تطور اللغة العربية في المحافل اللغوية في المحضرة، هي التي سوف تؤدي لاحقاً إلى ما يسمى إلى ظهور الطبقة الأدبية أو الطبقة النثرية الأدبية التي ستولد الشعر. وبالتالي فالشعر العربي ظهر في هذه البلاد في القرن الثاني عشر، وبالتالي كان ذلك ظهوراً. وبالتالي عندما تحققت الشروط البلاغية التواصلية والبلاغية والأدبية في النثرية الأدبية في هذه البلاد، كان ذلك أدى ذلك إلى ظهور الشعر. وبالتالي من هذا المنظور لا نتحدث عن نشأة الشعر الشنقيطي، لأنه ليس هنالك شعر شنقيطي، هنالك شعر عربي ظهر في هذه البلاد عندما تحققت له الشروط الطبيعية التي تحققت للشعر العربي في نشأته الأولى. فالنشأة إنما هي النشأة الأولى التي تحدثنا عنها، وبالتالي فنحن سوف نلاحظ أنه عندما امتدت توسعت دائرة سلطة خطاب اللغة العربية في محافل أخرى في السنغال وفي مالي وفي دول الإفريقية المجاورة، تراكمت نفس الخبرة
المستوى التواصلي، المستوى البلاغي، المستوى الأدبي، وبالتالي ظهر الشعر في العربي في السنغال، والشعر العربي في مالي وغيرها منه. وبالتالي فمن هذا المنظور يمكن القول إن 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 اللغة العربية كانت دائما تكتسح مساحات من الوعي، ومساحات من الإبانة والبلاغة، ما تمكن متكلميها من أن يصبحوا أصحاب كفاءة في حلق خطابها في المستوى التواصلي، وفي بلاغة قولها في المستوى البلاغي، وفي قدرتهم على أن يتكلموا كلاماً موزوناً مقفاً دال على معنى مجلل لصورة ومكثف المتخيل، وذلك هو الشعر، أو أن يفيضوا يحكوا حكاية سردية من منظور سردي ومن صيغة تعبير ومن طرائق تكثيف، فيكون ذلك أيضاً ما يسمى بالنثر، أو أن يحققوها أداء على شبكة على خشبة مسرح. أتطرق في دقيقتين سيد الرئيس لمظهر آخر من مظاهر تطور النذرية العربية في هذه البلاد. النذرية العربية في هذه البلاد أو تطويع اللغة العربية في هذه المحافل اتسم بخاصية أساسية من هذه الخاصيات، وهو أن هيمنة النسق الفقهي، النسق اللغوي الفقهي في كل نذرية. عندما تسود نذرية من القول، فإن إنما تسود عندما يهيمن نسق لغوي عليها. فهيمنة تطويع اللغة العربية في المحضرة وهيمنة النسق اللغوي الفقهي هو الذي أدى إلى خاصية من خصائص النذرية العربية في هذه البلاد، هي الخاصية التراثية المسماة بالنذرية التراثية. ولذلك انطبعت أداء اللغة العربية بهذا النسق، وكان له تأثير أيضا في الجانب الثقافي، لأن الدارس للشعر العربي في هذه البلاد يلاحظ أن مرجعيته هي بالأساس مرجعية ثقافية، وهذا ما انتهى إليه أستاذي المرحوم جمال عندما اعتم عند في دراسته للشعر العربي في بلاد شنقيط في القرن الثالث عشر، دراسة في الأساليب، انتهى أن مرجعية اللغة، أن مرجعية الشعر مرجعية ثقافية، وهذا يؤكد ما انتهينا إليه من أن التأريخ للأدب أو التأريخ للشعر ينبغي أن يتخذ من المداخل الشعرية التاريخية مدخلا له. هذه النذرية التراثية ذات الجذع المهيمن الفقه سوف تمتد إلى بداية قيام الدولة الحديثة، أي عندما بدأ منتصف الستينيات سوف تبدأ اللغة النذرية العربية الحديثة تزاحمها، وبالتالي سوف تتراجع نسبيا لتترك لنذرية عربية أخرى نؤديها اليوم بكل سلاسة رغم وبخصوصيات أدائها المتعلقة خاصة بقدرة متكلمي اللغة العربية الموريتانيين باللغة. وبالتالي ذلك نتيجة لماذا؟ ناتجة لما ورثوه من متكلمين الأول في هذه البلاد من أداء سلس ومن تطويع جيد لجهاز الصوت للغة العربية، ومن حذق لها في مستوياتها التركيبية ومستوياتها المعجمية ومستوياتها البلاغية ومستوياتها الأدبية. لذلك كان عرفت هذه البلاد بالشعر وبالشعراء وبمليون شاعر، فهم إما شاعر أو حاذق للعربية في مستواها التواصلي، فهو متكلم فاره وبليغ في مستوى البلاغة وأديب في مستوى الإبداع. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله. شاكراً بادئاً ببدء اتحاد الأكاديميين المثقفين الموريتاني على هذه الدعوة الكريمة، وشاكراً سيادتكم على الحضور المشرف. والله إننا اليوم نتكلم عن اللغة العربية، وأحد البلاد العربية جريحة مكلومة. والله منذ بدء العدوان على غزة أكاد لا أحضر في مجلس ولا أتكلم عن هذا الموقف وعن بلادنا الجريحة.
والله إني أسأل الله في هذه اليوم الجمعة المبارك أن يرفع الظلم عنهم وأن يرفع الظلم عنهم وأن ينصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. في الحقيقة إن الكلام عن اللغة العربية هو كلام عن أصل من أصولنا، وكما قال عندنا رائد النهضة الجزائرية الشهيد عبد الحميد بن باديس عليه رحمة الله: شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب، من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب. في الحقيقة هذا ما نلاحظه وهذا ما نرجوه من كل الدول العربية. لما نتكلم عن المحتوى في الحقيقة قبل ذلك سأقدم مقدمة عن اللغة العربية كمقدمة بسيطة. في الحقيقة قلت أننا نتكلم عن أصل من أصولنا، نتكلم عن لغة الضاد، ومن أجمل ما قيل عنها أنها تلك اللغة التي تنطق حبا ومنطقا وعلما، لغة الجمال والشعر والموسيقى، لغة الاشتقاق والنحت، لغة البيان والفصاحة، لغة البحور والمقامات، لغة العباقرة والعلماء أمثال سيبويه والخوارزمي والمتنبي والجاحظ وغيرهم، لغة الفن والفنولوجيا، لغة الرياضيات والإعجاز، كلها خصائص جعلت منها لغة ثلاثية الأبعاد فريدة من نوعها. لم تختر لغة القرآن عبثا، وإنما لغناها وعبقريتها وروعتها، فخدمت القرآن أحسن خدمة وأعطاها في المقابل الخلود، لقوله تعالى في سورة يوسف: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله جل وعلا: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، وقوله سبحانه: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. صدق الله العظيم. فأصبحت لغة الظهر من دون منازع، وصفها العقاد بأنها أداة عالمية من أدوات المنطق الإنساني، وقال فيها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا العربية فإنها تنبت العقل وتزيد في المروءة. في المقابل تعد العربية حالياً هي اللغة الرابعة عالمياً، وهي لغة رسمية بمجلس الأمن الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي لغة تحمل في طياتها أكثر من 12 مليون كلمة، وهو ما يجعلها أرضاً خصبة لوصف مكنونات النفس البشرية مقارنة مع نظيراتها الصينية والروسية والإنجليزية والفرنسية وغيرها، التي تحمل أقل بكثير منها فيما يخص عدد الكلمات والمترادفات. للأسف هذه اللغة الجميلة تعرف تراجعاً واضحاً داخل مجتمعاتنا العربية، وعدم اهتمام واضح من أبناء جدتها، ويعزى ذلك لعدة أسباب. في الحقيقة والله أمر مؤسف لما نجد في البلاد العربية المناهج تدرس بغير اللغة العربية، هذا أمر يحز في النفس. ولما نجد بعض الإدارات، والله عندنا في كامل البلاد العربية، يصدرون أوامر وقوانين ومراسيم باللغة الفرنسية، والله أستغرب في ذلك، بل أن ذلك يثبت بأننا نقولها بكل أسف ما زلنا مستعمرين لغويا وثقافيا ولم نأخذ استقلالنا بعد. ولو أخذنا استقلالنا لما أصدرنا مثل هذه الوثائق الرسمية بغير اللغة الرسمية لدولنا. والله أمر نأسف له، ونرجو من الله أن يغير حالنا إلى أحسن حال. في الحقيقة لما نتكلم عن المحتوى المنشور باللغة العربية مقارنة باللغات الحية الآنية الآن، فنجد أنفسنا أننا نتذيل هذه اللغات في نشر المحتوى باللغة العربية، وهذا في الحقيقة راجع لعدة أسباب. أحياناً أسباب موضوعية، وأحياناً أسباب ذاتية، وأحياناً أسباب لا تجد لها تفسيراً، إلا أن تيار الفرانكفوني لعله ما زال مسيطرا على مفاصل دولنا للأسف الشديد. في الحقيقة إن التسارع الهائل لنمو الإنترنت في المنطقة العربية خلال عقدين الماضيين
أحدث فجوة ملحوظة ومتوقعة بين الناطقين باللغة العربية ومستخدميها بفضاء افتراضي، إذ تشير إحصاءات الاتحاد الدولي للاتصالات إلى أن عدد الناطقين باللغة العربية على شبكة الإنترنت قد ارتفع مع نهاية العام الماضي إلى 106 ملايين مستخدم. في الحقيقة كما سبقني شيخي وأستاذي الفاضل هاشمي على أن اليوم رأوا نصف مليار يتكلمون اللغة العربية، في حين نجد المحتوى المنشور على الشبكة العنكبوتية لا يتعدى 3%، مفارقة عجيبة جدا. وهذا له دلالاته ومؤشراته ومؤخراته كذلك. وعند الحديث عن المحتوى العربي على الإنترنت، كافة البيانات أو مصادر المعلومات باللغة العربية التي تصنع وتخزن وتعرض بصيغة إلكترونية رقمية على الإنترنت بلغة الأرقام، سنجد الأرقام والنسب متواضعة. فعلى الرغم من أن اللغة العربية ذات تاريخ عريق، حيث يحوي قاموسها اللغوي كما ذكرنا أكثر من 12 مليون كلمة، ويتحدث بها حوالي نصف مليار. وتشير معظم التقارير العالمية التي تهتم بالمحتوى الرقمي على الإنترنت أن نسبة تمثيل اللغة العربية على الشبكة لا يتناسب مع أهمية اللغة وعدد مستخدميها ومتصفحي الإنترنت من العرب. ولهذا حينما نقترب قليلا من هذه الأرقام ونبحث في سياقها العام، سنلاحظ أن مفردات اللغة العربية المتفردة تعادل 20 ضعف المفردات المتفردة غير المكررة في اللغة الإنجليزية، 20 ضعفا. المفردات عندنا في اللغة العربية 20 ضعف من اللغة الإنجليزية، والبالغة 600,000 فقط، و96 ضعف المفردات المتفردة في اللغة الفرنسية. مع أن إحنا دول المغرب العربي ما زلنا نعاني من اللغة الفرنسية والاستعمار الفرنسي لحد الآن. عندنا تغيير طبعا، نحن في الجزائر منذ العام الماضي عندنا مراسيم وزارية ومرسوم منها مرسوم رئاسي يحدد بأن اللغة الثانية بعد اللغة العربية التي يجب أن تستخدم على المستويات العليا وحتى في إطار التعليم العالي هي اللغة الإنجليزية بدل اللغة الفرنسية، لأن اللغة الفرنسية أثبتت رداءتها وركاكتها وتخلفها بالنسبة لنا، وهذه حقيقة موجودة لاحظناها. ولعل بعض الدول الإفريقية التي سبقتنا التي تحررت من اللغة الفرنسية هي اليوم في مصاف الدول الأولى في العالم. ونحن تدينا في التعليم العالي والأقل من ذلك تدينا الأمم بسبب هذه اللغة المتخلفة، هي اللغة الفرنسية. إن شاء الله نرجو من الله أن كل الدول تحذو حذو الجزائر في ذلك. طبعا إن دعم المحتوى العربي على الإنترنت ضرورة تقتضيها طبيعة الحياة اليوم، وهي مهمة مناطة بالجميع مؤسسات وأفراد من أجل الحفاظ على الموروث العربي والهوية في عالم بات اليوم يعتمد على الكلمة والمعرفة الرقمية. الأمر محتاج إلى مجهود فردي ومجهود جماعي على أعلى المستويات، خاصة لما نقول التعليم العالي محتاجين إلى نشر بحوث. إذا كان إحنا عندنا جامعتنا اليوم جامعة الشهيد حمد الأخضر راهي رائدة ومترتبة في إطار الابتكارات، حوالي الآن وصلنا 1000 ابتكار له حصري نعم في هذا العام تقريبا جلها باللغة العربية. طبعا إذا لم يكن هذا الابتكار منشورا على الشبكة العنكبوتية ليستفاد منه العالم وليدرك العالم بأن العرب ما زالوا رائدين، كانوا رائدين وما زالوا رائدين في شتى المجالات. كذلك من المتوقع أن تستمر زيادة المحتوى المكتوب باللغة العربية على الإنترنت في السنوات القادمة، حيث ستؤدي العوامل المذكورة أعلاه إلى زيادة الطلب على هذا المحتوى. وفي هذا الشأن طبعا مجموعة من الدكاترة والأساتذة في جامعة الأردن وفي بعض الجامعات الأخرى حقيقة هم متخصصون وسبقونا إلى هذا المجال، والأردن راهي اليوم راهي هي الأولى عربيا في نشر محتوى باللغة العربية على الشبكة العنكبوتية. طبعا سبقتنا بعض السنوات، أرجو من الله لا تكون سنوات ضوئية، إن شاء الله نتحق بها في السنوات القادمة.